يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. كالعادة أولى حلقات الأسبوع بتبقى غاية في الأهمية، لأن بيبقى عندنا العديد والعديد من الأخبار المتنوعة على مختلف الأصعدة، سواء على الصعيد المحلي العالمي، وقبل كل ده كل ما يخص ويتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي، وخصوصا إن هي بتبقى حلقة أكثر أهمية لأن على مدار ال 48 ساعة اللي فاتوا كان في أخبار كتير وما كانش في حلقات للترند. فكل الأخبار اللي فاتتكم وكل الكواليس بالتحديد اللي فاتتكم هتكون معانا على مدار فقرات الحلقة المختلفة النهاردة بإذن الله. لكن مهم قوي قوي تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة اليوم، وهو إيه رأيكم في صفقات النادي الأهلي النارية واللي تم الإعلان عنها بشكل متتالي وبشكل مميز جدا جدا جدا. تقدروا تتواصلوا معانا وتقولوا رأيكم من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام. وطبعا واضح كده ان الاهلي يعني بيدعم صفوفه بشكل قوي جدا، وحتى وهو عنده لعيبه مميزه لكن دايما البطل لازم تكون القائمه بتاعته اقوى من اي فريق اخر بينافسه، فده اللي شغال عليه النادي الاهلي على مدار الفتره الحاليه. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، لكن البدايه دايما بتكون باهم وابرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي: صفقات قوية للأهلي استعدادا للموسم الجديد. الترند المحلي: مسحة طبية للمنتخب قبل انطلاق المعسكر المغلق. أما في الترند العالمي: صفقة رونالدو حديث العالم طبعا. طيب قبل ما نخش في التفاصيل وقبل ما نتكلم كمان في الكواليس، خلينا نقول ابرز واهم المباريات النهارده في جميع دوريات العالم او يعني بعضهم، وبالتحديد في مباريات مهمه جدا جدا جدا. نبتدي بالدوري المصري اللي خلاص هيختتم الموسم النهارده. بعض الفرق اللي هتلعب في الدوري المصري يعني بعض المباريات هتتلعب، بعضها تحصيل حاصل والبعض الاخر لتحسين المراكز. الدوري المصري النهارده سموحه مع مصر المقصه، دي مباراه بتبتدي في هذه اللحظات وانا بتكلم معاكم، ونفس الحال بالنسبه لبيراميدز وغزل المحله. المباراه بتتعلق بكل واحد طموحه ايه في المباراه دي، ان هو يوصل لمركز احسن في جدول الترتيب، لكن كل واحد خلاص عرف يعني مكانه من المسابقات الافريقيه وايضا المنطقه المتواجد فيها في جدول الترتيب. المقاولين والاتحاد السكندري نفس الحال، مباراه تحسين مراكز. الانتاج الحربي ووادي دجله تحصيل حاصل، الاثنين خلاص هبطوا للدرجه الثانيه بشكل رسمي. والمباراه الاخيره اللي هتكون اخر مباراه في الموسم الطويل ده في الدوري المصري، وهي مباراه انبي مع الجونه، ده فيما يتعلق بالدوري المصري. اما بخصوص الدوري الانجليزي، هو دوري مثير جدا وممتع قوي بصراحه، ففي بعض المباريات في الاسبوع الثالث والجوله الثالثه من البريمير ليج. النهارده اول مباراه كانت الساعه 1:30 ما بين مانشستر سيتي وارسنال. ارسنال بيستمر في المعاناه، ثالث مباراه على التوالي بيخسر وبدون ما يحرز اي هدف كمان. خسر امام برنتفورد 2-0، وبعد كده خسر 2-0 كمان من تشيلسي، والنهارده 5-0 من مانشستر سيتي، وكمان اضطرت تشاكا في الدقيقه 35 تقريبا في الشوط الاول، فالامور اتصعبت بشكل اكبر واكبر. لكن برضه سيناريو مباراه غريب، اول ربع ساعه اول 12 دقيقه بالتحديد كانت 2-0 مانشستر سيتي يعني. فحال ارسنال صعب جدا عليه وعلى جماهيره، اعتقد ارتيتا هيرحل خلال ساعات يعني. اما بعض المباريات اللي بتبتدي في هذا التوقيت او ابتدت بالتحديد الساعه 4 الشوط الثاني هو اللي هيبتدي وانا بتكلم معاكم دلوقتي. استون فيلا مع برينتفورد، الشوط الاول خلص بتعادل ايجابي 1-1. نيوكاسل يونايتد مع ساوثهامبتون، الشوط الاول خلص بالتعادل السلبي 0-0. ويست هام يونايتد مع كريستال بالاس، الشوط الاول خلص بتقدم ويست هام 1-0. نوريتش سيتي مع ليستر سيتي، الشوط الاول انتهى بالتعادل ايجابي 1-1 بهدف جميل لفاردي. وبرايتون وايفرتون، الشوط الاول انتهى بتقدم ايفرتون بنتيجه 1-0. لكن قمه الجوله وهي مباراه ليفربول وتشيلسي، دي هتكون في تمام الساعه 6:30 مساء، مباراه كلنا بننتظرها ومهمه جدا لنجمنا المصري محمد صلاح. بمناسبه نجمنا المصري النهارده برضو طبيعي جدا ان احنا لازم نتكلم في الجزئيه دي، ان محمد النني يشارك في بدايه الشوط الثاني في مباراه ارسنال ومانشستر سيتي. كنت اتمنى ان هو ما يخشش الخناقه دي خالص للاسف، لكن يعني النتيجه انتهت بشكل كبير جدا وصعب على جمهور ارسنال. لسه مع بعض المباريات في الدوري الاسباني، النهارده سيلتا فيجو بيلعب مع اتلتيكو او اتلتيك بلباو.
في هذه اللحظات المباراة ابتدت الساعة 5 ريال سوسيداد مع ليفانتي، الساعة 7:30 في نفس التوقيت ليتش مع إشبيلية، والمباراة الأخرى أو الأخيرة النهاردة في الدوري الأسباني ما بين ريال بيتيس وريال مدريد الساعة 10 بالليل. أما بخصوص الدوري الإيطالي فأتلانتا هتلعب 6:30 مع بولونيا، وفي نفس التوقيت لاتسيو مع إسبيديا، والساعة 9 إلا ربع ماتشين فيورنتينا مع تورينو، ويوفنتوس في أول ظهور بدون رونالدو أمام إمبولي، مباراة مهمة جدا لليوفي. دي كانت أهم وأبرز المباريات اللي هتتلعب في مختلف الدوريات النهاردة. هنروح لفاصل، بعد الفاصل التفاصيل كلها وكل الجديد بيتعلق بالنادي الأهلي في فقرات جديدة من الحلقة النهاردة، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. خليه بس في البدايه قبل ما اتكلم عن مباراه الامس واتكلم عن الصفقات المهمه والناريه اللي ابرمها النادي الاهلي، انوه تنويه مهم وهو بيتعلق بفريق النادي الاهلي للرجال المتواجد في المغرب بخصوص بطوله كاس الكؤوس. عنده مباراه كمان ساعه بالظبط، الساعه 6 مساء بتوقيت مصر، 5 بتوقيت المغرب، مع فريق فاب الكاميروني. مباراة مهمة جدا، المباراة دي كمان هتكون مذاعة على صفحة الاتحاد الافريقي لكرة اليد زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة. نتمنى لرجالة النادي الاهلي كل التوفيق في هذه البطولة المهمة، عندنا عناصر جيدة وان شاء الله يفرحوا كل جماهير النادي الاهلي. طيب ده فيما يتعلق بمباراة كرة اليد للنادي الاهلي، لكن خلينا نتكلم عن مباراة الأمس وآخر مباراة للنادي الأهلي هذا الموسم في بطولة الدوري اللي ما وفقش فيها النادي الأهلي بخصوص البطولة نفسها، لكن في كل الأحوال مباراة امبارح كان فيها بعض المكاسب المهمة بخصوص عودة بعض اللاعبين، بخصوص يعني تواجد عدد من العناصر الغائبة لفترات طويلة حتى لو لمجرد تواجدهم في القائمة، ده أمر مهم جدا جدا. الأهلي قدر أنه هو يفوز بنتيجة 2-1 بعد ما كان متأخر بنتيجة 1-0. من ضمن المكاسب كمان محمد شريف حسم خلاص لقب هداف الدوري بشكل نهائي ب 21 هدف، يعني بقى لنا فتره كبيره قوي ما نسمعش في الدوري المصري ان في لعيب جاب حاجه و20 هدف، فدي حاجه تحسب محمد شريف وحاجه مميزه جدا. وفي كل الاحوال في كل الاحوال بطوله انت ما كنتش موفق فيها، لكن انت بتبني على اللي عندك. الاهلي ما بيهدمش فرقه ويبني فرقه من الاول وجديد، الاهلي بيبني على اللي موجودين عنده وبيقوي فرقته بشكل مميز جدا. دي لقطات من مباراه امبارح، ويعني كان في بعض طبعا الاخطاء، لعيبه بتلعب لاول مره مع بعض فكان ده امر طبيعي جدا جدا. اول مباراه لمصطفى شوبير في تاريخه مع النادي الاهلي في بطوله الدوري، لعب قبل كده ماتش في كاس مصر، ادى بشكل جيد بما انه حارس ناشئ، لكن واضح ان هو عنده يعني امكانيات جيده. انسجام ما كانش موجود طبيعي لان تشكيله اول مره تلعب مع بعض، لكن كان المهم دايما ان انت حتى لو المباراة بالنسبة لك تحصيل حاصل، المهم ان انت تخرج بالثلاث نقاط او بالفوز بمعنى اصح، يعني لان هي دي سمة اساسية عند النادي الاهلي. لو ماتش ودي ما بتحبش تخسر او حتى تتعادل، تصرف ممتاز من صلاح محسن كمان في الهدف ده. ففي كل الاحوال يعني مبروك الفوز بالامس، والاهلي هيبني على ايجابياته اللي موجودة من خلال موسم الدوري ده علشان باذن الله باذن الله يرجع البطولة السنة الجاية للجزيرة. لكن بصراحة عجبني جدا جدا المجهود الكبير اللي قايم به مسؤولي النادي الأهلي بخصوص التعاقدات والصفقات المميزة جدا جدا جدا. ماشيين بشكل كويس في الملف ده بسيستم معروف عن النادي الأهلي، هو سيستم انت بتبقى عارف الصفقة جت خلاص بيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال النادي والقناة بتاعة النادي ومن خلال مدير التعاقدات. ما اعتقدش ان في مدير تعاقدات معروف في اي نادي تاني غير امير توفيق بصراحه، يعني هو يستحق الراجل ده، امر مميز جدا جدا. اختصاصه شغال فيه ماشي فيه بشكل كويس، بيتعلم بطريقه شيك بشكل مميز، بيليق بالنادي الاهلي، بيليق باللعيبه الجديده اللي جت. حتى الان وانا بتكلم مع حضراتكم النادي الاهلي اعلن عن اربع صفقات، اربع صفقات كلها احسن من بعض في مراكز، خلي بالك بقى في مراكز محتاجها النادي الاهلي، لان البعض بيحاول يصور لك ايه، يقول لك اصل الاهلي بيتعاقد مع اللعيبه دي عشان ينسي جمهوره ان هو يعني ما كانش موفق في بطوله الدوري. الاهلي وفي عز ما بياخد الدوري سنوات متتاليه بيتعاقد مع لاعبين، الاهلي اهدافه ابعد من كده. الدوري من ضمن الاهداف، لكن في اهداف مهمه جدا تتمثل في انك دايما تحاول تحقق
المطلوب في دوري ابطال افريقيا، هو يا سلام يبقى الفوز بالبطوله زي ما خدناها اخر سنتين، ليه ما ناخدهاش السنه الثالثه؟ المشاركه في كاس العالم للانديه بشكل مميز، وعندنا طموح كبير في البطوله دي، وحققنا المركز الثالث مرتين، الميداليه البرونزيه مرتين، فنفسنا ان احنا نوصل للمباراه النهائيه، فده حلم من احلام النادي الاهلي، مسؤوليه جماهيره ومنظومه كلها، فبتشتغل على الحلم ده، تشتغل على الهدف ده. فابدا ابدا ما تربطش ما بين اصل الاهلي بيجيب كمان لعيبه هو مش محتاجها، ولمجرد ان هو بيجيب عدد وخلاص. فين هو العدد؟ انت لحد دلوقتي اربع لعيبه جبتهم، لعيبه مميزه وتضيف لك في كل المراكز. تعالى نتكلم عن لاعب لاعب، نبتدي باول صفقه كان مين؟ كريم فؤاد. كريم فؤاد الاهلي كان يعني حسم كل الامور بشكل مبكر مع مسؤولي فريق النجوم اللي بيمتلك عقد اللاعب، او اللي كان بيمتلك عقد اللاعب، واللاعب كان معار لانبي وادى موسم ممتاز مع انبي او موسمين تحديدا، فبالتالي تفاوضت واشتغلت في الصفقه بشكل كويس، ووصلت لارقام معقوله ومناسبه جدا بتتعلق بامكانيات اللاعب وبطلباتك انت كجانب فني، فنجحت في الملف ده بشكل كويس جدا. لعيب صغير زي ما حضرتكم شايفين كده على الشاشه، كريم فؤاد عنده 22 سنه، لسه لاعب ناشئ او يعتبر لاعب يعني شاب مميز جدا، كان موجود مع المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو، خد دقايق قليله، لكن الميزه عند كريم فؤاد ان هو جوكر. وهتلاحظ معايا واحنا بنتكلم على صفقات واحد واحد كده، هتلاقي ان كل لعيب من اللي جبناهم بيلعب في اكتر من مركز، ودي المرونه اللي دايما بيبقى محتاجها اي مدير فني، وبيبقى دايما محتاجها مستر بيتسو موسيماني. في بعض المميزات في بعض اللاعبين هقول لكم عليها، واللي كان بيفكر فيها دايما موسيماني بصراحه. فهتيجي كريم فؤاد 22 سنه، المراكز ايه؟ ظهير ايسر بكفاءه كبيره جدا، ظهير ايمن بنفس الكفاءه بالمناسبه، بيلعب رجله الاثنين، فدي ميزه كبيره قوي قوي عند كريم فؤاد، فبالتالي يريحك شويه كده بلغه الكوره. لو لاعب غايب ناحيه اليمين هتلاقيه موجود، لو لاعب غايب ناحيه الشمال هتلاقيه موجود بالتحديد في مركز الباكات يعني. اما كمان من ضمن المراكز اللي بيلعب فيها جناح ايسر، بيأدي فيه ايضا بشكل مميز، فبالتالي نتمنى له يا رب كل التوفيق. تاني صفقه كانت مين؟ تاني صفقه كان لويس ميكيسو، اللاعب الموزمبيقي اللي بقى مشهور بالنسبه لنا قوي من ساعه مباراه سيمبا الاولانيه في دور المجموعات هناك في تنزانيا، واللي احرز هدف الفوز على النادي الاهلي في هذه المباراه. مش بس الهدف، كمان اللاعب عمل ماتش كبير قوي، يعني مهارات ممتازه، سرعات ما فيش احسن من كده بصراحه، فصفقه مميزه جدا جدا في مكان انت محتاج فيه لعيبه. مش معنى احنا بنقول ان انت المكان ده محتاج فيه لعيبه يبقى اللعيبه اللي عندك مستوى قليل، لا طبعا، انت محتاج دايما يبقى عندك كذا لاعب بنفس الكفاءه عشان يبقى عندك خيارات عديده تقدر تشتغل بيها وتقدر تحقق بيها اهدافك. دي سمات الفرق الكبيره، ممكن البعض ما يفهمش الحاجات اللي زي دي او ما يكونش بيفكر في الحاجات اللي زي دي، لكن في النادي الاهلي لا، هم عارفين بيشتغلوا ازاي، عارفين السيستم اللي بيمشوا بيه على طول بخصوص الصفقات. فميكيسون عنده 26 سنه، مراكزه ايه بقى؟ ودي من ضمن المميزات بتاعته، جناح ايمن جناح ايسر، صانع العاب يعني بيلعب رقم 10 بشكل مميز، مهاجم تاني او مهاجم وهمي بيأديها برضو بشكل مميز، فتعدد في المراكز ده امر كويس جدا. ابرز الانديه اللي لعب لها، لعب صن داونز مع موسيماني في فتره من الفترات بس ما كانش بيشارك لوقت كبير، وبعد كده راح سيمبا، تألق مع سيمبا بشكل ملفت. قبل ما اكمل الصفقات تعالوا نشوف تعليقات الجمهور في فقرة 7 في بوست عن ميكيسوني، وقالوا عنه ايه بعد التعاقد معاه. اول تعليق معانا من تويتر، لاعب مختلف وماشي، يعني وجهة نظر ان هو لاعب مختلف ومميز، بيقدر يلعب وعنده قدرات سواء تتعلق بالسرعات او حتى تتعلق بالمهارات الفرديه واحد على واحد، دي ميزه مهمه جدا ممكن كان بيفتقدها الاهلي في بعض الفترات. التعليق الثاني من فيسبوك بيقول ميكيسون في الاهلي سعيد يعني بتواجد لعيب مميز زي ده في النادي الاهلي، صفقه هايله. ده من تويتر تعليق اخر، وبعد كده على فيسبوك تعليق كمان رابع من بيقول نرحب بنصر الاهلاوي الجديد، فبرضه من ضمن التعليقات. على تويتر كمان جناح مهاري، ودي الجزئيه المهمه والاضافه بالنسبه للموسيماني بصراحه، الاحمر يليق بك، ده من فيسبوك.
ولايق عليه الاحمر طبعا. اي لعيب موجود في الاهلي فبيبقى لايق عليه التيشيرت، لان الاهلي بيبقى عارف هو بيجيب مين كويس جدا. اتمنى التوفيق له مع الاهلي. ده تعليق اخر من تويتر، ده فيما يتعلق بميكيسون، نتمنى له يا رب كل التوفيق. لكن في لاعب اخر وهو سوبر ستار بالمناسبه، اللي هو مين؟ بيرسي تاو، اللاعب الجنوب افريقي الشهير المميز جدا، واللي كان موجود لفترات طويله مع سان داونز واتمرن مع موسيماني. ودي ميزه اخرى، ان انت المدرب عندك بيجيب لاعب هو عارفه وعارف قدراته وعارف اللاعب ده هينتج له ايه، هيحقق له ايه، هيوصله للشكل اداء عامل ازاي، هينهي له الهجمات بشكل ازاي. فبالتالي انت دي ميزه، انك مش بتجيب لعيبه وخلاص، لا انت بتنسق كل شيء مع المدير الفني، بيبقى عارف احتياجاته وبيختار معاك كمان، يقول لك اللاعب ده انا هيضيف لي مثلا جزئيه معينه انا ممكن اكون بفتقدها او حاجه. وكمان لاعب في البريمير ليج حتى لو 6 مباريات اتمرن هناك، كفايه انه اتمرن هناك، شارك بشكل مميز في 6 مباريات اللي قدامهم. غير كده كمان طلع اعاره في بلجيكا وكان احد ابرز نجوم الدوري البلجيكي، سواء مع اندرلخت او مع كلوب بروج البلجيكي، قدم معاهم بشكل مميز جدا وخد الدوري البلجيكي كمان وعامل شغل كبير جدا. وشفناه مع منتخب جنوب افريقيا معانا هنا في 2019 لما كسبونا، وكان اعتقد هو اللي احرز الهدف. فصفقه مهمه قوي قوي، عنده 27 سنه، صانع العاب، بيلعب جناح ايسر هتلاقيه، جناح ايمن موجود، مهاجم شغال، فبرضه من ضمن مميزاته البطولات اللي قدر ان هو يفوز بيها الدوري الجنوب افريقي، دوري ابطال افريقيا في 2016 قدام الزمالك مع سان داونز، السوبر الافريقي فاز بيه، الدوري البلجيكي فاز بيه، وشارك كمان في كاس العالم للانديه مع موسيماني. نشوف تعليقات الجمهور عن بيرسي تاو كانت ايه. نبتدي بفيسبوك، واحد الجماهير قال له اهلا بك في نادي القرن وزعيم افريقيا الاوحد. كمان من تويتر اخترت التاريخ، اخترت الاهلي، ودي كانت جمله قالها بيرسي تاو في التقديم بتاعه بما انه صفقه جديده للنادي الاهلي. قال له كمان من فيسبوك صفقة تاو عظيمة، كواليتي وسن اللاعب، سن اللاعب مميز جدا أو مناسب جدا جدا، عنده خبرات، نضج، وده اللي أنت محتاجه دايما، إضافة قوية جدا لهجوم النادي الأهلي. كمان من تويتر قال لك الصفقة المنتظرة تمت، لأن طبعا تقارير كانت كتيرة جدا سواء من هناك في إنجلترا أو من أفريقيا هنا مختلف الدول، جنوب أفريقيا ومصر طبعا. كمان صفقة الموسم إن شاء الله بإذن الله يكون موفق. وهنا في نادي القرن لنصنع تاريخا ومجدا جديدا مع الاهلي باذن الله تعالى. يعني نتمنى بس التوفيق للصفقات، يعني انت بتحاول على قد ما تقدر تجيب الاسماء اللي انت محتاجها واللاعيبه المميزه، لكن يبقى التوفيق ده من عند المولى عز وجل، ان شاء الله يكون حليفهم. يعني صفقه ننتظر منها ان تصنع الفارق سريعا باذن الله، باذن الله. طبعا جايب لعيب كبير كده وسوبر كده، فهيصنع الفارق بالنسبه لخط هجوم النادي الاهلي. طيب اخر صفقه تم الاعلان عنها امبارح بالليل تقريبا الساعه 11 كانت صفقه حسام حسن، مهاجم سموحه المميز، لاعب زي ما حضراتكم شايفين كده عنده 27 سنه، بيلعب مهاجم وبيلعب جناح ايمن كمان، ناس مش واخده بالها من الجزئيه دي شويه. ابرز الانديه اللي شارك معاها او اللي لعب معاها كانت داخليه سموحه، اهلي طرابلس، وهو الهداف التاريخي لسموحه. لعيب طبعا كبير ومهاجم مهم جدا في الدوري المصري، خبرات كبيره جدا مع سموحه في الدوري المصري ومع الداخليه، وكمان شارك مع اهلي طرابلس ال6 شهور اللي فاتوا واحرز 5 اهداف وكان قرب ياخد الدوري بشكل مميز، واضافه كبيره طبعا لخط هجوم النادي الاهلي. الصفقه دي بالمناسبه تحديدا يعني كانت رايحه في اتجاه تاني، لكن شطاره الكابتن محمود الخطيب، وانا يعني قاصد اقول الجزئيه دي تحديدا، لان مش اي حد عنده محمود الخطيب، مش اي حد عنده كاريزما محمود الخطيب، مش اي حد عنده نجوميه محمود الخطيب والجانب الاداري العالي والتصرف المميز في بعض الملفات بخلاف كمان الصفقات يعني. لكن بما اننا بنتكلم على الصفقات، فهي شطاره الكابتن محمود الخطيب هي اللي خلصت الصفقه دي في وقت قصير جدا، رغم اللاعب كان في اتجاه اخر تماما، وطبعا رغبه اللاعب بالتواجد في النادي الاهلي. فدي جزئيه مهمه وصفقات كلها مميزه، يا رب نتمنى لهم كل التوفيق، وان شاء الله باذن الله باذن الله يكون اضافه مهمه وبارزه في مشوار النادي الاهلي في مختلف البطولات العديده اللي بيشارك فيها الفريق. طيب ناس كتير بتسال هل الاهلي خلص صفقاته كده؟ كل اللي اقدر اقوله لحضراتكم ان من الوارد، من خلي بالك من كلامي، من الوارد ان يكون فيه صفقه او 2، من الوارد
بس اكتر من كده ما عنديش اي حاجه اقدر اضيفها لحضراتكم بالشكل اللي احنا بنتكلم دايما بشكل رسمي. لكن من الوارد طبيعي طبقا لاحتياجات الجهاز الفني التشاورات اللي بتبقى موجوده مع لجنه التخطيط مع المدير الفني الامور هتبقى ماشيه ازاي. فخلينا نترقب ونشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه. انت في كل الاحوال اصلا عندك قائمه مميزه، طبعا بعض اللاعبين هيرحلوا، دي سنه الحياه وهي دي كره القدم، وبتضيف البعض الاخر، بتجدد الدماء بشكل او باخر عشان تقدر تعمل توليفه مميزه تساعدك في مختلف التحديات اللي بتشارك فيها. طيب البعض كان بيربط ما بين حته ايه، ان الاهلي اصله فقد بطوله الدوري فلازم يجيب صفقات وبتاع. لا كده كده كنا هنجيب، دي جزئيه مهمه لازم برضو اكد على حضراتكم فيها. لكن البعض الاخر بيسال، ناس كتير سالتنا عن موقف اللعيبه دي من التحديات القادمه، ايه اللي هيشاركوا فيه وايه اللي مش هيشاركوا فيه. نبتدي بالسوبر الافريقي اللي هو المفروض مع نهايه شهر 9 مش هيكونوا متاحين لسبب الصفقات الجديده، مش هتكون متاحه للنادي الاهلي او لمستر بيتسو موسيماني. بسبب ايه؟ بسبب انك ما قيدتهمش في القائمه المحليه لان باب القيد كان مقفول، لسه هيفتح يوم 30 بعد بكره. فبالتالي احنا بعتنا القائمه الافريقيه بناء على القائمه المحليه الموجوده اصلا في الاتحاد الافريقي، لان الاتحاد الافريقي او الموجوده في الاتحاد المصري، الاتحاد الافريقي كان حاطط ليميت معين للقائمه الافريقيه ان هي تتبعت اقصى ميعاد كان يوم 10 اغسطس. فبالتالي خلاص انت هتلعب باللي موجودين في قائمتك اوريدي، فمش هيبقوا موجودين في سوبر الافريقي. دور كمان ال 32 مش هيبقوا موجودين فيه، يقدروا يشاركوا في البطولات الافريقيه بدايه من شهر يناير لما يتم تقييدهم باذن الله في الفتره الثانيه. طيب البطولات اللي هيشاركوا فيها ايه؟ كاس مصر لو هيتلعب او لو هيستكمل هيبقوا موجودين في كاس مصر، السوبر المصري هيكونوا موجودين فيه اللي هو مع طلائع الجيش موجودين فيه بشكل عادي جدا، كاس العالم للانديه هيكونوا موجودين مفيش اي مشكله، يعني قائمه كاس العالم للانديه ملهاش علاقه بالقائمه الافريقيه اطلاقا، الدوري الجديد طبيعي هيكونوا متواجدين فيه مع النادي الاهلي بعد ما يتم قيدهم رسميا. فترات القيد بالمناسبه من يوم 30 ليوم 9 دي القائمه الاولى، والقائمه الثانيه اللي بتتعلق باللعيبه الجدد بتبتدي من يوم 9 ليوم 20 سبتمبر. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، ده كل ما يتعلق بصفقات النادي الاهلي. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل عندنا تعليق مهم وبعد كده هنكمل فقرات الحلقه النهارده. استنوا. اهلا بحضراتكم من جديد. للاسف الشديد امبارح كان في مشهد مؤسف، بل مؤسف جدا جدا في استاد بيتروسبورت. اعتقد الكثير من جماهير ومتابعي الكره المصريه شافوا، لكن النقطه في ايه يا جماعه؟ النقطه ان المشهد ده مش جديد، وان المشهد ده البطل بتاعه طايح في الكل في المنظومه كلها عادي عادي، مفيش اي مشكله، ده بيحصل على المرأة ومسمع الجميع. يعني المشكله كمان في ايه؟ ان مفيش حد بيعاقب، مفيش حد حتى بيلوم اللي انت بتعمله ده في الاخطاء اللي قبل كده عشان ما نوصلش للخطا ده، او عشان ما نوصلش للكارثه دي، او عشان ما نوصلش للمشهد ده. فانت ما كنتش بتعاقب قبل كده، فكان طبيعي جدا انك توصل للمرحله دي. احنا مش ضد ان اي حد يحتفل، بالعكس اللي كسب واللي عمل مجهود كبير واللي كان نتيجه المجهود ده انه يفوز ببطوله يحتفل ويعمل كل اللي هو عايزه، يعمل كل اللي هو عايزه، حقه حقه مليون في الميه. لكن الاحتفال ده ما يكونش فيه تجاوز او خروج عن النص في حق الجمهور. انت كان المفروض ايا كان بقى الجمهور ده مين، انا ما اعرفش موقف الاتحاد لو كان شاف المشهد ده في بعض اللاعبين بيتجاوزوا او بيخرجوا عن النص في حق جمهور معين مثلا غير جمهور النادي الاهلي، كان هيبقى موقفه ايه؟ انا ما اعرفش. لكن عند الجمهور الاهلي وقف، عند جمهور الاهلي ولا لازم يبقى في موقف، عشان انت ما عملتش او عملت نفسك مش واخد بالك ان في لاعب او اكثر تجاوزوا في حق النادي الاهلي، فكان الطبيعي والتدرج الطبيعي ان الناس دي هتتجاوز في حقك. عشان عملت نفسك مش واخد بالك في اللي حصل لجمهور النادي الاهلي والخروج عن النص في حقه، فطبيعي جدا ان هيحصل فيك كده، ان احنا نشوف لاعب بيتجاوز وماسك في رئيس اتحاد الكوره، كارثه كبيره، كارثه كبيره، مشهد ما كناش ابدا ان احنا نتمنى ان هو يحصل. فدي جزئيه بصراحه لفتت نظرنا، مش احنا بس، ده كل الناس يعني.
معرفش الاعلام هيتكلم فيها ولا لا، معرفش هيبقى فيه عقوبات ولا كالعاده مش هيبقى فيه، لان اللاعب ده بيلاقي اللي بيسقف له بيقول له برافو، ما بيلاقيش اللي بيعاقبه على غلط عمله. فمن امن العقاب بس زي ما انت بتقول كده. فمش علق كتير على الجزئيه دي في الحقيقه يعني. خلينا نشوف ترند الاهلي فيه ايه، واهم وابرز الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي في السوشيال ميديا، ونبتدي بحساب في الجول على فيسبوك، واللي بيقوله محمد شريف وصل الى الهدف ال21 في الدوري المصري كاول لاعب يصل لهذا الرقم منذ حسن الشاذلي الله يرحمه، 34 هدف في موسم 75 او 74 75 34 هدف، ده عدد كبير قوي يا كابتن حسن ربنا يرحمه، طبعا نجم نادي الترسانة السابق. لكن محمد شريف وصل لرقم 21 هدف، وده رقم مميز جدا عشان يعني يكون حقق حاجه بقالنا فتره بنشوفها في الملاعب المصريه او في الدوري المصري. لكن لسه مكملين بالتحديد مع محمد شريف وهذا الرقم المميز، نروح لحساب يلا كوره على تويتر، واللي بيقولوا ان المخيف محمد شريف يتخطى طه اسماعيل، كابتن طه اسماعيل، ويصبح ثاني لاعب في تاريخ الاهلي يصل ل 21 هدف في موسم واحد بالدوري. كابتن محمود الخطيب وصل ل 23 هدف، محمد شريف في المركز الثاني برصيد 21 هدف، والكابتن طه اسماعيل في المركز الثالث برصيد 20 هدف. طيب تعالوا كمان نروح لخبر اخر من صفحه الوطن الرياضي على فيسبوك، واللي بيقولوا بعد انتهاء الدوري الاهلي راح 7 ايام وموسيمان يطير الى بلاده، ده يعني اجازه مهمه جدا جدا بالنسبه للعيبه اتضغطت بشكل مش طبيعي على مدار الفتره اللي فاتت، عدد كبير جدا من المباريات في مختلف البطولات، فده كان امر مهم جدا انه يحصل، وان شاء الله باذن الله يرجعوا بقى كده ايه تكون الكره وحشتهم، وان شاء الله نشوف اداء الاهلي اللي احنا متعودين عليه مع كوره مستر بيتسو موسيماني اللي امتلك السرعات اللي كانت ناقصاه او اللي هو كان بيطالب بيها بالمناسبه، بقى عنده بيرسي تاو وميكيسون بخلاف العناصر اصلا الموجوده عندك، فالاهلي بقى عنده قائمه مميزه جدا. لكن تعال نشوف الخبر ده، والبعض بيحاول يختلق حاجات يعني ايه يبقى فيها كلام كتير وهي اصلا مش وقتها، زي اللي انتم شايفينه كده من الوطن الرياضي على فيسبوك بيقول لك الخطيب يؤجل تجديد عقد موسيماني، ومحدش اصلا يا جماعه اتكلم في ان في تفكير ان يتم التجديد دلوقتي، يعني احنا في فتره اصلا التركيز كله فيها على بعض التدعيمات، وطبعا انت بتدعم طبقا لرؤيه المدير الفني اللي عندك، الراجل مكمل، عقده هيخلص امتى؟ كده كده هو كان ماضي سنتين مع النادي الاهلي، سنه عدت، السنه الجايه باذن الله مع نهايه الموسم يبقى في كلام بخصوص تجديد التعاقد، لكن مش ده وقته. لكن ساعات تحس ان الناس تحاول كده تفتح لك اي باب لاي لغط او اي حديث كتير، يعني كل حاجه في وقتها واحنا متعودين على كده دايما من النادي الاهلي. طيب امبارح طلعت اشاعه كبيره قوي ان احمد حجازي وفي كلام عليه، ده من خلال الاهرام كمان بيقولوا الموقف ايه والحقيقه ايه من خلال تواصلهم مع مسؤولي النادي الاهلي على حد ما قاله، يعني الاهلي يكشف حقيقه المفاوضات مع احمد حجازي، احمد حجازي يا جماعه صعب جدا ان هو يجي النادي الاهلي ومفيش اي حاجه في الاتجاه ده اطلاقا اطلاقا اطلاقا. طبعا احمد حجازي لعيب كبير جدا جدا ولاعب اضافه لاي فريق، نتمنى طبعا ان يكون موجود في النادي الاهلي، لكن على ارض الواقع مفيش اي مفاوضات اصلا من اي نوع مع احمد حجازي نجم منتخبنا الوطني المصري، ونتمنى له كل التوفيق مع المنتخب في المهمه المقبله، فده تاكيد مهم بخصوص حجازي. ده فيما يتعلق بأخبار النادي الأهلي في ترند الأهلي، هنروح لفاصل سريع بعديه نشوف أخبار أخرى وبالتحديد الأخبار العالمية، لأن زي ما صفقات الأهلي نارية في صفقات أوروبية ساخنة جدا جدا، نشوفها بعد فاصل يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد، نبتدي الترند العالمي لان في اخبار كتير جدا في الجانب ده تحديدا، فنبتدي بحساب في الجول واللي بيتكلم على خماسيه مانشستر سيتي النهارده في مرمى ارسنال، وفي الحقيقه حاله ارسنال تحزن تحزن، يعني كل محب الكره الانجليزيه يعني مش شرط يكون مشجع لارسنال، قال لك اسطول مانشستر سيتي يغرق ارسنال ويكتب أسوأ بدايه للفريق اللنداني منذ موسم 54-55 عندما خسر في اول ثلاث مباريات في الدوري الانجليزي، وده اللي حصل هذا الموسم مع ارسنال للاسف الشديد، فبداية صعبه جدا بالنسبه لهم. لكن تعال الحدث الاهم وهو حديث الساعه حتى الان، رونالدو وانتقاله وعودته لبيته الاولد ترافولد،
مانشستر يونايتد بعد ما كان اقترب لمانشستر سيتي بالمناسبه، لكن في الساعات الاخيره جدا والراجل هو في طريقه من تورينو المكان بتاعه في ايطاليا مع اليوفنتوس لمانشستر، وكان في طريقه مانشستر سيتي، حصل بعض المكالمات من فيركسون طبعا السير اليكس فيركسون طبعا المدير الفني السابق او الاسبق لمانشستر يونايتد، واقنعه بالتواجد مع مانشستر يونايتد خلال الفترة الجاية، فبالتالي صفقة كبيرة جدا جدا جدا. فخلينا نروح لحساب ESPN على تويتر، واللي بيقول ان من ساعة ما تم الحديث عن احتمالية انتقال كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد تم ايه بقى؟ ايه اللي حصل؟ ايه الناتج بتاع الحديث ده؟ رقم واحد قال لك ان الموقع الرسمي للنادي وقع، يعني تحطم بسبب كثرة المتابعين، ادي رقم واحد. رقم اثنين، نالت تويتت الاعلان عنه 1,000,000 متابعة على تويتر. ورقم ثلاثة، ارتفع سهم النادي بنسبة 8% بقيمة 250,000,000 دولار. كل ده بس عشان الصورة كبيرة جدا زي رونالدو انتقل بشكل رسمي لمانشستر يونايتد عشان يزيد الدوري الإنجليزي متعة وإثارة. في الحقيقة تعالوا نتكلم على التشكيل الأخير اللي كان متواجد فيه رونالدو قبل ما يمشي مانشستر يونايتد في اتجاهه لمين؟ لريال مدريد. وده من خلال حساب 433 على تويتر، واللي قال التشكيله، وزي ما حضراتكم شايفين كده عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين، تيفيز، سكولز، روني، كاريك، إفرا، ناس كتير جدا، براون، فيرديناند طبعا، فاندر سار الحارس الكبير، رونالدو كان هو ده التشكيل اللي معاه، لكن هو بيرجع بتشكيل اخر مع مانشستر يونايتد، هنتمتع بكل تاكيد بالدوري الانجليزي هذا الموسم. طيب هروح لفاصل سريع وبعدين ناخد اخر فقرات الحلقه، استنونا. خليني سريعا احاول اخد بعض تفاعلات حضراتكم بخصوص سؤال حلقه النهارده، وهو كان ايه رايكم في صفقات النادي الاهلي. نبتدي بصبري احمد، واللي قال صفقات محترمه تليق بسكواد الاهلي في الموسم الجديد لتعويض غياب البطوله المحببه لجماهير الاهلي، ولكن يتبقى حارس مرمى ومساك قوي بجوار بنون. يعني وجهه نظر من ضمن وجهات النظر العديده بخصوص التعاقدات، لكن كل شيء وارد، هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه. خليني بس قبل ما اختم انوه من جديد عن مباراه الاهلي وفاء بالكاميروني في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه لرجال كره اليد. المباراه اللي بتقام في المغرب هتكون الساعه 5 بتوقيت المغرب، 6 بتوقيت القاهره، يعني كمان 10 دقائق من دلوقتي هتكون المباراه تنطلق. هتقدروا تشوفوها من خلال صفحه الاتحاد الافريقي لاول مره، صفحه الاتحاد الافريقي لكره اليد هتنقل هذه المباراه زي ما حضراتكم شايفين اللينك دلوقتي قدام حضراتكم على الشاشه. نتمنى كل التوفيق لرجال كره اليد بالنادي الاهلي في هذه البطوله الهامه جدا. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، ليس لدينا الجديد، وغدا كل الجديد من نفس البرنامج. استنى، الى اللقاء.